السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. زف موقع شروق في الساعة الأخيرة بشرى سارة ومفرحة لكل تلاميذ والذين اجتازوا شهادة التعليم المتوسط وينتظرون النتائج على أحر من الجمر. وقبل الخوض في التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حسب ما نشره موقع شروق في الساعات الأخيرة. فإن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة تراوحت بين 53% و 86%، وسيتم الإعلان رسميا عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة أجوان 2024 في حدود السبت 29 أجوان أو ربما قبل ذلك. حسب ما كشفه وزير التربية في العديد من المناسبات، فبالتوفيق لكل تلاميذ المترشحين.